عودته، او ايضا ما يتعلق في مبدا نقر السلطه. كل هذه القضايا ليس هناك مصادر رسميه حسمت الموقف بشانها، وهي مجرد انباء تصدر عن هذا المصدر او ذاك يشوبها ايضا قدر من الغموض وتشبه التكهنات، لكن ليس هناك جهه رسميه اعلنت او اكدتها. فاقول انها كلها في اطار التهيئه بين المعسكرين، معسكر يهيئ ويتمسك بعودة الرئيس وقرب تماثل الشفاء، وفي هذا مخزن سياسي لدعم مواقف الفريق أو معسكر الرئيس صالح، وأيضا الطرف آخر يتمنى أن يتم نقل السلطة والمعارضة والمرتجين في ظل عدم عودة الرئيس، وهذا ما يتردد. لكن ليس هناك أمر محسوم، العملية السياسية معلقة وأمنيا حالة التوتر قائمة، وايضا محاوله نائب الرئيس يحاول في ضوء الاولويات التي اعلنها ان يحقق قدر من الانتراج، ولكن تبدو العمليه مكتنفه او غامضه الى حد كبير، سواء على الصعيد ما يتعلق بوضع الرئيس او ما يتعلق بالعمليه السياسيه التي تبدو في ظلها البلاد تعيش حاله فراغ. من صنعاء حمود منصر مراسل العربيه، شكرا جزيلا لك.